طبعا دريس دقيق هو ايضا صحفي غني عن التعريف. هنيئا اذا لدريس دقيق على هذا التكريم. حاجه اللي نفتخر بها اللي جهه التكريم من وكاله الانباء اللي تمثلنا مصدر هام للمعلومات، تعاملنا معها كثير، اصبحنا يعني نوع من التعاون، من التعاون اللي تقدموا لنا كذا. إذن تقريبا طبعا هو تكريم كعرفان وتقدير للصحفيين الرياضيين ومن ضمنهم طبعا بن يوسف وعدية. أنا فرحان كثير لأن بالتكريم هذا، لأن بعد مشوار طويل، البداية كانت في 65، مشوار طويل وأشياء كثيرة شفناها، جاء التكريم من أكبر جهاز إعلامي في البلد، هو اللي بدأ بان الثورة التحريرية، وكالة الوطنية للأنباء، يعني كان مصدر للأخبار بان الثورة التحريرية. وفيما بعد يعني كان لي شرف وين تعرفت بالعديد من زملاء في المهنه، يعني في وكاله الانباء اللي هي دائما في الواجهه، دائما السباقه في صنع الاحداث، مثلا بالجائزه هذه اللي تكرم احسن الرياضيين، وليس الرياضيين كره القدم فقط، يعني كل انواع الرياضه. اليوم تكريم أخي هي تكريس سنوات كثيرة من 1964، وهو في هذه الوكالة، معناتها عاش في الوكالة أكثر من اللي عاش مع عائلته. التكريم هذا حس به بزاف، كنت نتمنى وكان يتمنى يكون اليوم حاضر مع 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 الزملاء تاعو، راهو اكتوالمون في التقاعد، ولكن عقله دائما وباله دائما في هذه المؤسسة، نظن اللي دار بها اسم. شرف كبير لي اليوم اللي كرمته الأب تاعي، اللي هو أعطى بزاف للرياضة الجزائرية. اليوم نشوف بلي هاد الرياضة ما نساتوش، عنده أيامات برك من اللي مات من با شهر، راح يقعد بالك في الذاكرة الوطنية الرياضية للجزائر، وفي ذاكرة كل صحفي رياضي وكل رياضي تلقى به في مسيرته.